هذا المهدي بتاعكم الجينة واستقبالكم لأخوانا، وأشكركم جزيل الشكر، وإن شاء الله نتمنى أن نستمر في هذه الوحدة إلى نهاية إن شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم. الناس تنتبه إلى الكلام، الناس تنتبه إلى الكلام يا أخوانا. لا أنا سنجاكي زمان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أول حاجة في البلد عشتوا الأخوان الإدارة الأهلية جاي معي من هناك واللي قاعدين هنا، وأشكر المقاتلين، أشكر المقاتلين الموجودين الآن في الميدان، وأشكر الحكامات الجبال الفاتن ديش، وأشكر الشباب ده كله يا جماعة. أنا كنت من هناك جاي ما ماشي دار جاي معكم من شوف ليه مروس. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما بلغ الخاتمة لما سبقنا سيد الحق بلاك، والهادي الى صراطه المستقيم، والعادي حق قلبه. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. اول حاجه اخواننا لا زيت ولا عبيد الا ولا جنيه. الله اكبر. لا زيت ولا عبيد الا ولا جنيه. الله اكبر. لا زيت ولا عبيد الا ولا جنيه. الله اكبر. اول حاجه لا قبليه لا جهويه لا انصوريه، كل الناس الموجوده اربطهم حبل يقطعهم سيف. الله اكبر. والان اخواننا الناس مش شوقين للناس عشان تشافوا مع بعض، الناس مفروض تشافوا مع بعض حقيقه. انا السنه الماضيه انا جيت قعدت في نفس الشجره دي ورقدت في المدرسه دي ومشيت مساوري ومشيت الان اخواننا الشغل الحسي ماشي ده والله تمام جدا جدا. انا في اي محل ما قابلني حقيقه كل الناس يعني عندهم غيره للبلد، وكل الناس بس ماسكه مع بعض، وكل الناس كاخوه. انا داري يعني كلامكم اذا ما مظاهره ساكت كلكم ماسكين مع هذا المنطقه، اذا تجي اسرائيل ما هتعمل لكم حاجه. الله اكبر. والان ذكر اسرائيل ان احنا الغيامه. الله اكبر. ان احنا دول الغيامه ذات. الله اكبر. طيب عشان انا اوريكم يا اخواننا، اذا ذول انه مره سمحه شديد جدا يقولونها طوال وسمحه واي حاجه، اذا طلقها مش بياخذ مره اسمع منها؟ بياخذ مره اسمع منها. نعم. لكن اذا الارض اللي انت بغيتها ما بتلقى ارض، لانه احنا ناس اضطردنا من السنه المضت حتى الان ما لقوا محل، وان شاء الله هنطارد لحد كذا باذن الله. الله اكبر. اوريكم بالواضح الان ما في تقولوا في صروح ولا في اي حاجه، دول اخواننا بتعرفوا، لكن فاتوا وجو كما كانت المنطقه. الان نفس الترابط ونفس الشغل يكون بهذا المنطلق. والان احنا اخواننا بلدنا من هنا دي دي اول حاجه تهم والجرايد والفلسية والمرعاية ومسوري ونتقى وحلة بشر وما تيجي بيك مع الحسن الناس قاعدين ده. أنا كنت زمان كنت رايح في الحتة، كان زمان ما في حاجة اسمها أي حاجة إلا ذا الفنقة ذا المسرومة يعني. أنا كنت رايح زمان ينساك في الحتة. أول حاجة أخوان البلد زمان أمضوخنا الحسن بيجي تابع لأهلنا الكردي تابع لنا زمان، لكن أخوانا عندنا الإهمال الكثير، الإهمال عندنا كثير جدا جدا. والان انا المفروض في كل شهر نجي هنا ولا كيف يا عمر؟ نعم. لكن اخواننا قال اليد قصيره والعين بصيره، لكن ان شاء الله اذا كداري ثاني يعني كداري جدا نجي هنا. الله اكبر. واذا في حاجه تربطنا لازم ناخذ مره هنا ونقول هنا. الله اكبر. الله اكبر. طيب اخواننا لذلك اخواننا كل الناس القاعده دي الحاجه اللي انا اوصيكم لحاجه واحده، كلكم تكونوا كالتواسي يعني احنا اي غش البيت زي ما اخونا جبيل بدر عثمان قال اي عشان بيت موجود هنا ده تعيش او تقول مع الحيمات مسائلين سامة بركو يا سوق كل الناس دول يعني اذا في دول القبائل الاغنياء اذا زور الشوبه مو يعني احنا نرش بدم اخواننا. الله اكبر. ونحن والله ما يعني بنقول كبرى ونرجع ولا بعد باكر نرجع ولا كذا، تحتاج لحظه بنقول ولا مو طوال. الله اكبر. لانه الحياه دي علينا خلاص انتهينا. بعدين انا بتكلم معاكم لما اقول لهم قبل 20 سنه هسه عايشين في الزمن الفايض، الفايض عمره 35 كده ما هو لكن نقلب من الرجل. الحاجه الفاينل اللي اقول لكم قبل ايام وصلنا للنمر كل الاسام بتاع الناس الموجودين كل الناس كل الناس اخوانا انا وزنان وصلنا قلت داير 20 في ال 20000 دي جاني 17 ال 17 سلمتها لهم يد 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 قلت له هذا الناس مظلومين ظلم الحسن بالحسين، وهذا الناس لا
مستلمين السودان لمدة 16 سنة، وهذا الناس من السودان وهذا الناس صنعوا السودان. لكن حتى الآن السلاح اللي بداوا سبوه ده والذخيرة اللي هنا بقروشهم والعربات بيدوا وفعلا العربات بيدوا شكاتة ديل، العربات بيدوا شكاتة ديل ما حقات الحكومة، حقاتكم انتم. الله أكبر. يعني شو ده منكم قروش المشير من بدرة والمشير من شو العيش والمشير ما بين الدوشتات دي كلها في كذا أمريكي في بيتين في أي حاجة. وفعلا في مدفع هنا إذا ضربنا السوق ده ناس كلهم بموت، طلقة واحدة والله كل الناس بتموت. بعدين ممنوع دوليا، بعدين أول حاجة محل بزعوني ده كلامهم صاح الناس دول ما كبارين يعني تبنى الكلام اللي بتقوله ده صح، لأنه أنا كتبت ناس كده كتير جدا ولسه حاسوا الناس لأنه أول حاجة المسألة عنده 100 سنة خلي بالكم معي ده أنا واحد إذا رأي السوق ده أقسم بالله جدا ده مصر بعدين السلعة ده ممنوع دوليا، لكن أنا عملت إني اثنين واحدين واحد هنا فلان صغير كده اسم الكلب الأمريكي ده ممنوع دوليا. يعني احنا عملناه بيه بقروشكم انتم في مدفع هنا ده انا واحد طلقه واحده ب 1000 جنيه 1000 يهود موجودين هنا وانتم ما قصرتوا بحاجه. يعني احنا بنوسوس لكم وسواس، عارف الوسواس الباقي ده تموتوا اذا كان حصلت اي حاجه. طيب انا هسه اجينا في شان نلف المناطق وبعدين في روايش كده بتجي بينا بعدين اوريكم يا اخوان اي عربيه جات بتاع التطبيق من برا ماي جات من وسط دارفور امسكوا طوال ودوا لي هناك. ما هو اكبر هذا البلد دي جنوب دارفور تابع لمحليه هذا البلد منطقه اداريه ما في زول يجينا هنا اصلا. الزول الداري يجينا ذا من نمضخن وغادي، لكن انا كنجي نعيش معنا عيشه احمديه ساكن ما تلف الدور معنا. الان يا اخواننا نحن تحافظوا لكل ما حصل وتحافظوا للشذر ده، لأن أنا قبل مشيت للسوق حق جيما شنو ديميسو ولا منو لقيت العرديه بالقنطار بكم 70 ولا 80 اللالوب ولا العرديب وكل الشدر ده ذهب يا اخوان. اذا لقيتوا اي زر مثلا انتوا بتاع غابات انت لابس كاكيك ولا في البلدي مثل انت بتاع غابات وانت عسكري بتاع جيش وبتاع بوليس واحتياطي مركزي ودفاع شعبي وانت سيد البلد ما تخليها تقول لاي مسميات تزول كده ولا كده. ويا اخوان هذا الناس دول الناس دي من الحقيقه ما جوا لحاجه، جوا لكم انتم. وانا احنا المفروض نجيكم من الصباح لكن انا باقي عربه لسه ما طلع برا. وانا احنا بنقدم معاكم يومين ثلاثه باذن الله. الحقيقه انا داير لكم اخواننا عشان انا اغلف عشان الناس الفريق واحد فريق بعيد. واحد حلو بعيد وقدامنا بتاع بعيده. ان احنا جينا لكم انتم والله ما جينا لكم ثاني. بعد اربع يوم بيجوكم اخونا المرشح هو الاستاذ وزير الماليه سابقا علي محمود. اخواننا كل اخواننا المرشحين جو هنا زي ما عمل حاجة، لكن علي محمود ده إذا جاء هيعمل لكم مدق. يا أخوان أنا قميت من اللهم صل على النبي من كلي لحد جيت ولا لقيت مدخة ولا لقيت دونكي ولا لقيت ماسورة ولا لقيت أي حاجة. هل يا أخوان نحن ما ناس؟ هل نحن ما سودان؟ هل نحن ما بنفهم؟ هل نحن ما عندنا استحقاق؟ لكن أقسم بجلال الله الكريم كلامي ده أنا بقول لكم صادق، إذا هاي الحياة دي كلها ما نفذت أننا ما مع الحكومة أصلا. الله أكبر. الله أكبر. ما متمردين. حافظين المثلث الأفريقية الوسطى تشاهد السودان وقاعدين بنفس قاعدين ندي وبنحرس البلد، لكن دول ما يجينا يقول لنا أنا داير منكم كذا ولا زلمة. لذلك إخواننا نحن نحافظ لهذا المنطقة ونحافظ لهذه القبيلة ونحافظ لهذا الشغل. وغادي يوسف أنا تكلمت عن كلام كثير وجزاكم الله خير للاستقبال الجيد الاستقبال الأخوي والاحترام والناس كلها متماسكة مع بعض وكل الناس متماسكة مع بعض وكل الناس وجوهها مدورة وكل الناس سمر وزرق وأي حاجة واحد أزرق منها أنا ذاتي كل هذا الناس تكون يعني يقطعهم حبل يعني يربطهم حبل ويقطعهم سيف. فأقول لكم شكرا جزيلا وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا لهذا الاستقبال الجيد وشكرا جزيلا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. خلاص يا جماعه يلا راضي ابجي ساو خلاص يلا ها والله انا بقى باكم يا جماعه ده شوف انا كده يا جماعه خلوهم ياخذوا راحه يا يلا يلا شارع شارع يا استخاره ذاتك طلعت كيف هذا سمحوا والله.